بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء صفحتنا الكرام وقناة المعلم المصري على اليوتيوب. النهاردة جايب لكم خبر عنوان بول غرامة 10,000 جنيه، لأي معلم يخالف هذا القرار؟ يا ترى إيه هو هذا القرار؟ إلى نص الخبر. طبعا الخبر من جريدة مصر 5. تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ مجموعة من القرارات الانضباطية لضمان حسن سير الامتحانات والقضاء على أي تجاوز خلالها سواء من المعلمين أو الطلاب، ولا سيما محاولات الغش التي يستخدم فيها التليفون العديد من الرسائل التقليدية والحديثة وخاصة التليفون المحمول الذي يعتبر وسيلة أساسية للغش في الامتحانات. واتكشف الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة عن تحذير شديد اللهجة موجه من قبل وزارة المراقبين ورؤساء الأدوار وكافة المشرفين في لجان الثانوية العامة من حيازة المحمول أثناء فترة الامتحانات، موضحا إلى أن أي مراقب سيتم ضبطه ستوقع عليه غرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تقل عن 10,000 جنيه في حال حيازته للمحمول في اللجان حتى ولو لم يستخدمه. وأضاف حجازي أن العقوبة لن تقتصر على المراقبين والمشرفين ورؤساء الأدوار، إنما ستطبق على الطلاب أيضا بالنسبة للغرامة المالية فضلا عن حرمان الطالب من الامتحانات، مشير إلى أن وجود المحمول داخل اللجان أصبح جريمة فقد يستخدمه الطلاب في تصوير ورق الامتحان ووضعها على بعض المواقع الإلكترونية ما يؤدي إلى إعاقة سير الامتحانات وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب. ده كان الخبر بتاع النهاردة، واحنا طبعا بمجرد ما نزل على الموقع الالكتروني احنا نزلنا على قناة المعلم المصري لكي نضعك امام الحدث اول باول. ياريت يا جماعة تشجيع، ولو استفدت من الخبر وحابب انه اخبارنا دايما توصلك اعمل اشتراك للقناة، فعل الجرس، هتلاقي الاخبار النهاردة من مصر 5، امبارح كان خبر من السبورة، وهكذا هنجيب لك كل الأخبار من كل المصادر، بس ادعمنا باشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.